موضوع المصالحة اليوم أبدأ موضوع جداً كبير. اليوم المحافظات اللي كانت تحت سيطرة داعش فعلاً هي حررت من قبضة داعش، لكن ما يزال النزاع فيما بينهم. محافظة كركوك كانت من المحافظات الساخنة، وهناك مشاكل عديدة بين أطياف وجميع القوميات في هذه المحافظة. اجتثاث البعث والمساءلة والعدالة وحل الجيش السابق والجهات الأمنية أدى ذلك إلى أن تكون هناك بطالة، وأصبحوا فريسة سهلة للدواعش وللفرق المسلحة، وهذا أثر على المجتمع. إحنا المشاكل بدأ بالنزوح، ما بعد التحرير مشاكل مال النزوح يختلف نهائياً. حالياً أكو انقسام اجتماعي، هذا الانقسام أدى إلى حدوث كراهية بين الطرفين. هناك عدم تقبل فكرة أنه تكون المرأة هي لها الدور الرئيسي فيها، خاصة في موضوع المصالحة الوطنية. يعني كنساء في مجتمعنا ما ماخذين حقوقنا بالكامل، على سبيل المثال مجالس المحافظة إن نسبة كلش قليلة كعضوات مجلس محافظة، مجلس النواب أيضا النساء عددهم كلش قليل، ويمكن من كل هذول النساء وحدة تحصل على منصب والمنصب مو سيادي. هناك عادات وتقاليد في العشيرة تمنع عمل المرأة في المجال السياسي. الظرف اللي مرينا به بعد خروجنا من محافظة نينوى أو ناحية بعشيقة، حسيت أنه كل العمل اللي عملناه سابقاً كله كان يعني فارغ. صورت وتخيلت واقتنعت أنه هذا الموضوع كان كله وهم، ما بقى عندي هذا الاندفاع أنه أشتغل. بدت من 2003 مصالحة وطنية، لكن بطريق تجاري وفائدة مادية. لما نبدأ بموضوع المصالحة الوطنية بين المجتمعات يكون هناك رفض لهذا الموضوع، كون أنه مروا في تجارب أنه هذه أقاويل وأكاذيب. هناك ردة فعل يعني حتى عند الناس البسطاء، يعني عندما نطرح موضوع المصالحة يقولون وين وصل وشنو الإنجازات اللي صارت به. أول مصالحة مع منو؟ احنا ما عدنا شيء مع الدولة، احنا مصالحة بيناتنا. يعني على سبيل المثال القضية اليزيدية، يعني احنا كموصل نختلف عن باقي المحافظات. بعد اجتياح داعش لمناطقنا والتحرير كنا بالفعل محتاجين لمثل هذا البرنامج لصقل الموهبة أو القيادة التي بداخلنا. اليوم برنامج NDI وضع الطريقة الصحيح والمسار الصحيح لبناء السلام ومفهوم بناء السلام. كان عندي ردة فعل حقيقة، يعني المفروض الإنسان يعترف بهذه الأشياء، والنظرة أنه دائما أحس أنه المقابل هو اللي ظلمني، دائما هم اللي أذونا، هم اللي أخذوا أملاكنا، أخذوا كل شيء. لكن الـ NDI بصراحة غيرت تقريبا كل الموضوع وكل الفكرة، إلى أكو ناس وطنيين حقيقيين، أكو ناس يحسون بمعاناتنا، أكو ناس من الأنبار يعني هم بصراحة كانوا يتألمون لألمنا ويحاولون يساعدونا بكل الطرق، أكو ناس من داخل محافظة نينوى وفعلا أثبتوا وطنيتهم وأثبتوا محبتهم لنا. احنا طبعا عندنا تصور عما حدث في محافظات العراق بحكم متابعتنا للاحداث اللي حدثت في العراق في هذه المحافظات، لكن احيانا عندما تلمسين على ارض الواقع وتلتقين مع سيدات واثناء البريك تتحاورين معهم في عده امور، هذا راح ينطينا اكثر انطباع لان راح نشوفها على ارض الواقع، مو مثل ما نسمعه عبر وسائل الاعلام. تمكنت من التعرف على ناشطات أخرى في نفس المحافظة، فبالإمكان التعاون مع أولئك النساء وإنشاء تحالفات وكذلك إقامة علاقات مع أضوات من منظماتهم. يعني هناك أمور كان يعني ما تخطر في بالي، أو مواضيع ما كانت تخطر في بالي بسبب أنه أنا
أو احتمال أنه أتخوف أكون قيادية بين الرجال في موضوع المصالحة الوطنية. هنا لما شفت العدد من النساء الزميلات اللي حضرن صارت عندي القوة أكثر أنه أني أصر أنه أكون قيادية في المصالحة الوطنية. شفت يعني مبادرة جميلة حلوة كانت بأنه إحنا لما نتضع نفسك مقابل الآخر هو هذا اللي أنت راح تعرف شنو نظرة المكون إذا كان أي مكونات الأربعة الموجودة في العراق أو إذا كان كسني وشيعي شنو نظرته للمكون الآخر وكيف راح يتقبل في عدة حالات إذا كان مثلا من خلال المناطق المتنازع عليها من خلال تعرضه لعملية الإرهاب نظرته لعدة أمور على ضوءها شنو نظرة هذا المكون للمكون الآخر. انطانا شغلات إحنا كانت عندنا مبعثرة موجودة حتى لو كانت عندنا أو ما ندتشنا ننطيها ذات الأهمية إلها، فهو لا مثل ما يقولون فتح عيننا على شلون نرسم خارطة الطريق، شلون أنا راح أقدر أكون أكثر مؤثرة بالمجتمع اللي أنا بيه، شلون أنا راح أقدر أقنع المجتمع اللي أنا بيه بفكرتي حتى أحقق المصالحة الوطنية. بعد ما تعلمت من الناس اللي عاشرتهم يعني واللي شفتهم من مختلف المحافظات مختلف الشخصيات المثقفين اتعلمت منهم انه الانسان لازم يكتسب اكثر مما ينطي. كنت ما من عندي قدره انه اقف قدام شخص غريب واحاوره بموضوع اي موضوع بسيط، بس حاليا لا عادي يعني اذا قال لي كلمه مثلا ضايقتني مو اشكال، يعني انا اتقبل رايك ما يخالف حتى لو كان صادم. المرأة حتى توصل وتتغلب على كل هذا الشيء لازم تكون عندها إرادة، لأن بالإرادة تصنع كل شيء. والشغلة الثانية اللي تكون بالمرأة هم أكثر شيء أنه أنا مثلاً من أكون أحقق مصالح وطنية أو مثلاً أحقق سلام بين أبناء المجتمع أنا لازم أتساوم. هاليوم أنا أخسر فد شيء أتنازل أوكي من بعض الحقوق اللي أقدر عليها أتنازل بها أنا أتنازل أوكي ما أكفد مشكلة، وكذلك المقابل عنده فد حقوق يوصل عليها ما يقدر يحققها من الممكن انه يتنازل عليها. المكان الوحيد للمراه ما بس البيت، المكان اللي تشوف نفسها به خلي تروحه، لان هي البنت الام اللي الام البنت الاخت تكمل الشخص. اذا نذكر انه المراه نصف المجتمع لكن هي مربيه النصف الاخر، بمعنى هي مثل ما ربت رجل يطلع يحكم بهذا العالم أنه هي تقدر تكون اللي ربت هذا الشخص. إحنا راح نتعب وهذا نسوي إيش قد ما نتعب، إذا أنا تعبت فابنتي سترتاح وابنتها سترتاح، ولهذا يجب علينا أن نتكاتف ونتلاحم نحن نساء صانعات السلام من أجل تثبيت السلام من المصالح الوطنية. نستطيع أن نصل إلى المصالحة الوطنية من خلال تمكين المرأة عند إبراز دورها في السلطات المهمة في البلد. إذا كانت المرأة دور مهم في القيادة يمكن أن تبرز دور المرأة في مواضيع يمكن لم نتطرق لها في يعني في الماضي. الذهنية حقيقة الذهنية الذي لازم يفترض تتغير في الإنسان هي العنف، لأنه هو في باله أنه في زمن داعش كل اللي في بال الإنسان هو العنف. يعني اليوم هذا جيراني ويا داعش لما يرجع أني أقتله أو أهجره، فإذا ما قضينا على العنف ما راح يكون مصالحة وطنية. إحنا ما نقدر نوقف النزاع كاملة لكن نقدر نحد من هذا النزاع، بالتالي نقلل من العنف. استطعنا أن يثبتنا بأن لديهن القدرة في المشاركة في العملية السياسية ليست فقط في عملية المصالحة الوطنية. وهناك نساء مجموعة من النساء التي تقلدن بعض المناصب في المناصب القرار وفي البرلمان العراقي، ممكن بالاستفادة من خبرات هؤلاء والنساء القياديات في برنامج الـ NDI جنبا إلى جنب أن نخطو خطواتنا نحو بناء المصالحة الوطنية الحقيقية لجميع العراقيين. أكيد أكو بعض التحديات تواجه هاي العملية الكبرى اللي انطلقت بالفترة الأخيرة هي عملية المصالحة في المجتمع العراقي، منها يعني من التحديات اللي تواجهها أنا باعتقادي هي أم الناس المتورطين في مشكلة النزاع في المشاكل اللي حدثت في العراق. إحنا في برنامجنا
برنامج العملية المصالحة اللي اشتغلنا عليها من 9 أشهر واجهتنا هواية تحديات، وحللنا من خلال تحليلنا يعني كل المحافظات اللي كان فيها مصدر الصراع، الأربع محافظات شفنا منها الأمن والأمان، مشكلة المرأة يعني عدم مشاركة المرأة في هاي العملية، تهميش دور الشباب والمنظمات المجتمع المدني، هاي كلها عوامل تعيق بناء المصالحة الوطنية. كل اللي قابلتهم من المسؤولين أو من الزعماء أو رجال الدين أو الشباب يعني الطلاب والشباب الكاسبين هذه، هناك تقبل وخطوة صحيحة وخطوة حقيقية على أرض الواقع من أجل بناء السلام، من أجل المصالحة المجتمعية، يعني مع اختلاف وجهات النظر، مع اختلاف الآراء، لكن قدرت أنه أخذ فد محصلة مهمة جداً أنه الكل إلى رغبة في بناء السلام. الشيء الحلو اللي دا أشوفه أنه فعلاً أكون الناس يعني بالمجتمع، يعني من خلال اللقاءات اللي سويناها، حتى اللقاءات ويا الشخصيات أو صناع القرار خلينا نقول من برلمان العراق، شفت عندهم أنه أوكي أكو يعني نقطة مشتركة أنه إحنا نبدي عليها، نبدي لازم نشتغل عليها حتى نأسس أو نبني سلام بالعراق. أشوف أنه أكو رغبة، يعني مو مثل الفترة السابقة كنا نشوف لا ما مو كلش الناس شوية عندها خيبة أمل، مو شوية هواي عندها خيبة أمل، بس هسه لا، لما إحنا نجي نسولف لهم أنه لازم نشتغل، لازم نطور، لازم نبدي نبني، فهاي الشيء يعني كلش حلو إيجابي نشوفه. وأعتقد أنه هسه إحنا خلينا نقول بذرة، هاي البذرة يعني إحنا ما نقول ممكن بعد سنة أو حيصير تغيير أو بعد سنتين، لا أنا متأكدة 100% حيصير عندنا تغيير، حتى لو بعد 5 سنوات أو 10 سنوات، إحنا حالياً خلينا بذرة، ده نشتغل على البذرة خليناها، فأكيد تحتاج مرحلة ومراحل مو مرحلة حتى تتطور ويكون عندنا نتيجة لهذا الشيء. جمعنا كل الأشخاص على طاولة واحدة ونقاش بدون أي ضغط من طرف على طرف آخر. الضيوف اللي دعيتني أن جلستنا ضيوف كانت نحن ندعوهم. أنا عن نفسي دعيت رجل الدين اليزيدي، ومع العلم أنا مسلمة. عن طريقي وصل هذا الشخص، أنه أنا فهمت أنه راح يكون ضيوفنا فلان وفلان، حضر وأكد. أنا أريد أبين فعلا للناس أنه نقدر نتعاون في بيننا، لأن مو نحن كنا السبب، الإرهاب كان هو سبب لتشتتنا، وإلا نحن فعلا إيد واحدة. المثال الأكبر والدليل الأكبر، أنا ما أسمي مثال، دليل كان حضور كافة الأطراف اللي تم دعوتها لهذه الجلسة، الكل حضروا بدون تقريبا نقص. كان أنا أشوف هذا أكبر تأكيد لأنه فعلا نحن راح ننجح مستقبلا إن شاء الله. أنا دوري كامرأة قدرت أنه هاي ظروف كركوك أن أحقق السلام من جماعة 86 شخص بداخل قاعة صغيرة وقعدتهم، وهم نساء ورياجيل، وأني كنت متأكدة أنه بعض الأشخاص اللي داعيتهم أني هم أكو بيناتهم نزاع، بحيث أنه أول ما دخل للقاعة ما كان يباوع على الشخص المقابل، يعني بينه وبداخلهم أكو فد نزاع. بس بنهاية القاعة الجلسة الحوارية من شفتهم دي الصافحون ويضحكون أنه أوكي راح نتشاف فلان يوم، حققت المصالحة الوطنية والسلام داخل ذاك الدائرة اللي أنا جبتهم. أنا فخورة أنه فعلا أعمل في هذا الجروب بمختلف مكوناته وأطيافه. اليوم أقدر فعلا، رجعت من أول وجديد أتصالح مع نفسي أنه خلاص هذا إحنا القضية مو بس قضيتي أنا كامرأة أي أنتمي إلى ديانة معينة، قضية صارت قضية نساء أو قضية صارت قضية وطنية، الكلنا مسؤولين عنها.